السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انا شاكك ان في فيروسات وعايز افحص الجهاز عندي ومفيش نت ومش عارف انزل برنامج او كده، فهدوس علامة الستارت مع الار هيطلع لي الشاشة ديت. هنا ده ران، بكتب اسم البرنامج، ولو انا مش عارف اسم البرنامج كنت تعمل براوز وتدور على الملف اللي هو يكون امتداده اي سي اي او بي اي اف او كوم او بات او سي ام دي اللي هو دوس. طيب هنكتب ام ار تي وتدوس اوكي، فهيفتح لك البرنامج اللي يقدر يفحص لك الجهاز بتاعك من الفيروسات. بيقول لك ان في نسخه افضل موجوده، فبتقول له اوكي، فبيبدا يفتح البرنامج، بيبدا يفحص الجهاز بتاعي ويتاكد ان مفيش اي حاجه مضره. كويك سكان ولا فول سكان ولا كاستمايز سكان؟ كويك سكان يعني حاجه سريعا، هنا فول سكان هيبدا يفحص كل حاجه. كاستمايز تبدا تشوف ايه الحاجات او ايه الفولدر انت عايز تفحصها. طيب هقول له كويك سكان وهقول له نكست، هيبدا يفحص الجهاز عندك، ولو في اي ملفات هيبدا يجيب لك تقرير بيها اذا كان عندك في اي ملفات فيها مشاكل او شك انها تكون فيروسات.